دائما ابدا معكم كل الاخبار الانفرادات والكواليس. وحلقه النهارده في غايه الاهميه، عندنا اخبار كثيره وعندنا موضوعات وعندنا برضو بعضا من الكواليس. لكن هاشتاج حلقتنا النهارده مش هيبقى موجود طبعا لظروف الفيسبوك وظروف الواتساب، فبالتالي لغينا الهاشتاج اليوم لحد ما ربنا يعني يرجع كده بالسلامة والعافية الفيسبوك ووسائل التواصل. عشان كده نبدأ دائما وأبدا بموجز الأخبار. مشاركة الثلاثي النني وكوكا وعمر مرموش في تدريب منتخب مصر، ومصطفى محمد تدريبات استشفائية، ومحمد صلاح يصل غدا إن شاء الله. كارلوس كيروش بيقول ان كلامه عن اللعيبه مش هيكون بشكل فردي ابدا، لكن هيكون عن منتخب مصر، ده في المؤتمر الصحفي اللي عقده النهارده. زي ما قلنا لكم من زمان، الاهلي بيعلن تمديد تعاقده مع عمرو السوليه موسمين غير الموسم اللي جاي، يعني 3 سنين باذن الله، وكمان صلاح محسن مدد هو الاخر لفتره طويله. أخبار سارة الجماهير النادي الأهلي، بيرسيتاو يكمل المشاركة في تدريبات الفريق العادي، بس لسه ما كملش التمرين الآخر، لكن ظهر بمظهر جيد، وغالبا أفشى بسبب كتب كتابه لن يسافر مع الفريق مباراة بطل النيجر. ومحمود متولي يعود إن شاء الله عقب مباراة ذهاب دور ال 16 أو دور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا أمام الحرس الوطني، هيعود بعدها إن شاء الله للمشاركة في التدريبات، نتمنى أن تكون آخر إصابة. لاعب محترم وموهوب لكن حظه سيء في الإصابات. دكتور محمد وفاي أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي الأهلي في إيطاليا لقضاء فترة معايشة لمدة أسبوعين بنادي يوفنتوس الإيطالي. عجبتني الفكرة، كنا بنسمع عن مدربين حراس، لكن أول مرة نسمع عن طبيب، حاجة جميلة وأعتقد تجربة تستحق الوقوف أمامها كثيرا. طلاع الجيش يعلن تعاقده مع الغاني جون أنطوي قادما من بيراميدز لمدة موسم، وبالمناسبة عمر جابر انتظم اليوم في تدريبات نادي بيراميدز من جديد. كما كان متوقعا، معين الشعباني مدرب النادي المصري استبعد أحمد رفعت من قائمة لعيبة المصري المسافرين لأوغندا لمواجهة الموارد الأوغندي في دور 32 من الكونفدرالية، وما زال مصيره مجهولا، هل يستمر مع المصري أم ينتقل إلى أحد الأندية؟ هذا ما ستجيب عليه الساعات القليلة المقبلة قبل يوم 7 أكتوبر. ونادي الإسماعيلي بيفوز 2-0 على طلائع الأسطول في معسكر الأسكندرية. طلائع الجيش بيتعادل 1-1 مع غزل المحلة. مبسوط أنا بعدد المباريات الودية الكثيرة اللي بتتلعب، وأتمنى أن كل الفرق سواء من الكبار إلى الصغار يلعبوا مباريات ودية كتير. وكلاوديو رانييري يعود من جديد إلى الدوري الإنجليزي، هذه المرة من خلال نادي واتفورد اللي أقال مدربه. أما نادي ختافي الأسباني فقد أيضا فسخ تعاقده مع مدربه ميتشل بالتراضي. نادي فياريال الأسباني بيعلن تعاقده مع الإيفواري سيرج أوريف صفقة انتقال حر لمدة موسم. والاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيفتح تحقيق ضد جماهير فرونتينا بسبب إساءات عنصرية لكوليبالي لاعب نابولي. هالاند بيغيب عن مواجهتي منتخب بلاده النرويج أمام تركيا ومونتينيجرو ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة. بعيدا عن اخبار كره القدم، في البطوله العربيه لكره السله اللي بدات تزداد سخونه، الاهلي بيتاهل الى ربع النهائي بفوز صعب على الفتح السعودي بنتيجه 82-77، والاتحاد بيواجه الوقره القطري في نفس الدور. انس جابر كانت قريبه من المراكز العشره الاولى، لولا خسارتها نهائي بطوله شيكاغو، لكنها وصلت الى المركز ال 14 في التصنيف العالمي الجديد، وميار شريف خطوة بخطوة وصلت للمركز 72. يا رب نشوفكم إن شاء الله في العشرة الأوائل.